القانون هذا جانا بتعريف، ولكن أقصى بعد التعريف أعطانا التعريف ديال العنف الجنسي والعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، ولكن أقصى العنف القانوني والعنف السياسي. وبالنسبة للعنف القانوني يتجلى فيما يتعلق بالتعدد، فيما يتعلق بزواج القاصرات، في الوقت اللي القانون أو الدستور المغربي ينادي بالمصلحة الفضلى للأطفال، كنلقاو أن بناتنا القاصرات كيتزوجوا في واحد السن اللي ما كيوصلش ل 18 سنة، كذلك التعدد اللي كيشكل يعني مس بالكرامة ديال المرأة. هناك واحد مجموعة ديال يعني ديال الظواهر اللي تتعارض مع الدستور المغربي وكتشكل عنف قانوني، كذلك هناك عنف سياسي ما هضرش عليه هذا القانون، وفيما يتعرض ذكرته المتدخل السيدة الرئيسة فيما يتعلق بالإقصاء ديال النساء في مراكز القرار. هذا القانون هذا مهما كان فهو خطوة إيجابية، ولكن كيبقى بداية خصنا نعملو كاملين من أجل تفعيله وعلى تحسينه، والقضاء والأحكام اللي غادي تصدر هي اللي غتبيننا الثغرات المتواجدة في هذا القانون هذا. ونتمنى يعني أن ونسعى لتحقيق قانون يوفر الوقاية والحماية والزجر وعدم الإفلات من العقاب. اليوم الهدف هو أننا نتناقشوا احنا والقطاعات الحكومية المعنية، أولا شنو هي آلية الحماية في هذا القانون، ثم شنو هي المستجدات المتعلقة بالتكفل. وطبعا نعلم أن هناك مرسوم تنظيمي هو الذي سيتكلم عن الآليات الوطنية والجهوية والمحلية لمناهضة العنف ضد النساء. في هذا الإطار غنتواصلوا مع القطاعات الحكومية من أجل أن تكون آليات ناجعة للتكفل بالنساء وحمايتهن من العنف. هاد الندوة هادي ديال اليوم اللي هي قانون 113 التدابير القطاعية والمسؤوليات، هي من أجل يعني من أجل تحديد المسؤوليات والتدابير الإجرائية ديال الفاعلين، يعني القطاعات اللي كتدخل في هذه العملية هذه. احنا كاملين كنعرفوا بإلا يعني المغرب يلاه هذا القانون 113 يلاه دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018، جاء هو بمجموعة ديال الإيجابيات، رغم يعني أن الحركة النسائية عندها تحفظ عليه، يعني كان واحد القانون اللي كان فيه أخذ ورد كثير كثير كثير، ما جاش كما بغات الحركة النسائية، ما جاش كما يعني على حساب المعايير الدولية ديال الوقاية والحماية، عدم الإفلات من العقاب يعني والتعويض وجبر الضرر، إلا أنه فيه مجموعة ديال الإيجابيات والمستجدات اللي حنايا الآن يعني من خلال هذه الندوة كنحاولوا أننا يعني نسلطوا الضوء على ديك المستجدات اللي جات بها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.